أسماء سعيدة وأسماء غير سعيدة، في حروف تجلب السعادة والحظ والرزق وفي حروف العكس. إيه بقى؟ تجنبوا هذه الأسماء أو طيب تجنبوا هذه الحروف. خلينا نقول نتجنب الأول، نتجنب أسماءنا تنتهي بالهمزة، بلاش أسماء، بلاش علاء، بلاش شيماء. نتجنب الألف المكسورة زي إسلام، امتثال، إيمان، من الأسماء بتبقى معاكسة للسعادة، نتجنب الحروف دي خالص. نتكلم بقى على الحروف اللي نستعملها. حرف الراء جاي من الرزق، حرف الجيم جاي من الجمال وفي وجاهة، نستخدم حرف الجيم. في حرف ايه تاني، خلينا نقول الحروف القوية، الحروف زي ما قلت كلمة اسم محمد لأنه اسمه متداول كتير قوي، أرجوكم انطقوه صح عشان يبقى داعم للطاقة. بالضمة. محمد زي مو صلاح، عايزين تعرفوا طاقة الاسم، شوفوا المشاهير، شوفوا الأسماء عملت معاهم إيه أو طاقتها إيه، وابتدوا وليه شوفوا. بتقولي الأسماء اللي زي شيرين أولها شر وآخرها ي ونون دي أسماء غير سعيدة؟ الأسماء اللي فيها شر، الأسماء اللي فيها مر، زي مراد، زي مرام، زي شيرين، زي نرمين، زي جرمين، كل دي من الحروف الشين، ملهمش حظوظ. مالهمش حظوظ. هتلاقي دايما عندهم انفصالات، عندهم وجع قلب، عندهم تعب عاطفي، انفصالات، وده طبعا مش داعم للطاقة معانا خالص. طيب احنا دايما في الابراج بنقول ابراج هوائيه، مائيه، ترابيه، نارية. ناريه، وبنقول التوافق بين الابراج وبعضها. هل في توافق بين الاسماء؟ يعني مين متجوز مين، اسم واسم يبقى بينهم توافق والعكس؟ بصي، الاسم المتوازن اللي بيحمل الحروف الترابية والنارية والهوائية هعرفه ازاي؟ والمائية، في جدول للحروف المائية والترابية والنارية، كل ادينا حرف. مثل. يعني مثلا السين حرف ناري مثلا، لازم أدي من كل حرف طب على اسمي مثلا سهير، سين ناري، أجيب الجدول. نجيب الجدول، الهاء ايه بقى؟ هقول لك الجدول. السين، السين هوائي، تمام. طيب واليه عندي فين اليه؟ اليه عندي تراب، اذا عندي تراب وعندي هواء وعندي حرف الراء ماء، تمام. بصي انتي جامعه 3 حاجات ازاي؟ تراب وهواء وميه، نسبه التوازن كتيره. على عكس مثلا حد مثلا يشمل يعني اسمه فيها الف وهيه وطه وميم وفيه وشين وزين، الحروف دي 3 حروف مع بعض او 4 حروف مع بعض، بص طاقه النار عنده، هتلاقي شخص عصبي جدا جدا، ما تعرفيش تتعاملي معاه. اذا بيجي وارتبطه، لو عرفوا طاقه الحروف وشافوا اسمهم واسم الشريك، هتقدري تحللي الشريك ده. يعني مثلا هذه سهير، ايه افضل الاسماء اللي تبقى مع الاسم ده كشراكة صداقة حب زمالة؟ التوازن، يعني هيبقى مثلا في حروف فيها ألف، فيها ب، فيها جيم، فيها دال، من الحروف القوية جدا، مع بعض يعني، مع بعض يعني، تكملي الترابي مع المائي مع الهوائي. ما بنشوف الجدول، احنا ممكن على فكرة بناخدها نقعد نركب أسماء، نركب أسماء متوازنة لهوائية بس ولا مائية بس، لأن المائية بس يعني اللي حروفه مائية بس تلاقيه شخص متردد، وغالبا بتلاقيه دايما من برج الميزان او برج الجوزاء. على فكره في ارتباط من الابراج للاسماء، يعني بتلاقي كمان البرج لو هو حروفه مثلا مائيه وهو كمان برج ميزان او جوزاء، بتلاقي الشخص ده ما بيعرفش ياخد قرار في حياته. طب انت قولي لنا ايه الحروف المائية، انت كاتبه اهو دال. المائيه الدال، الحاء، اللام، العين، الراء، الخاء، والغين. والهوائية الهوائيه جيم، زين، كاف، سين، قاف، س، ظا. الترابية الترابية ب، واو، ي، نون، صاد، ت، ضاد. النارية النارية ألف، ه، ط، ميم، ف، شين، زين. فالناس تنتبه بقى ايه الحروف بتكمل ايه علشان يبقى في صيغة جيدة للتواصل والاستمرار. طبعا سهلة جدا، ما احنا بقولك احنا بنوازن، حتى اللي منتظرين بيبي بيحبوا يجيبوا، عايزين اسم داعم، يقدروا بالجدول ده يركبوا اسماء متوازنة، هتلاقيه طول عمره متوازن في ان شاء الله، في الرزق، في المال، في طب العاطفة. لو حد منتظر طفل دلوقتي او طفلة، ايه الاسماء اللي انت ترشحيها لهم؟ ارشح في البنات رباب ورحاب، الره والبه الاخيره والته الاخيره، على فكره من الطاقه
أقوى، زي مثلا عصمت، في الأولاد عصام حلو برضو، سلطان حلو برضو من الأسماء القوية، كل دي أسماء حلوة طب برضو الاخر كويسة. واو، الأخروا حلو جدا جدا، زي عمرو من الأسماء القوية جدا. واو العطف دي كمان بتلاقيه دايما شخص حنون وشخص بيجذب ليه الناس الكويسة. سواء بنت او ولد. في الواو الأخيرة طبعا، بس بلاش، خلينا نبعد برضو، نتجنب الأسماء اللي بتحتوي على حرفين بس أو طلع، لا يعني مثلا زي مي، زي منى، لا يعني خلوا يستحسن يبقى 4 حروف يعني فيما انت فوق، لا يفضل اسم من حرفين. لا لا ولا 3 حروف، يعني ان كل ما بتكتري الحروف كل ما طاقة الاسم بتبقى احسن. يبقى ما تقللوش، ما تخلقوش بخلة في الحروف. بتلاقيه تلاقي دايما الحرفين ده حياته على القد، دايما كلها على القد. انت عندك حروف كتيرة وحروف تدعمك، ليه تزنقوا نفسكم في في حاجة؟ ناس كتير بتسمي ولادها على اسماء الاجداد اللي رحلوا عن الدنيا. طبعا دي طاقة، يعني تخيلي انتوا بتاخدوا طاقة يعني وفاة، يعني شخص متوفي بناخد طاقته. ده انا حتى في علم الطاقة بقول لكم، الصور ما تحطوش، مهما كان حبنا للجدود للأبهات للشخص الغالي علينا، ما تحطوش صور متوفيين على الحيطان في البيت، طاقة سلبية انت كمان مش مرة حلوة. بعتيلي قلتيلي بلاش صور فاكرة التورتة على عيد الميلاد، التورتة على ليه؟ عيد الميلاد؟ طبعا ما احنا قلنا احنا بنتعامل بالطاقة. وعايزه اقول لك حاجه مهمه جدا، ده يعني احنا نشوفي الاسحار والاعمال والحاجات دي بتتكتب على صور، فالصوره دي مهمه جدا. يعني حتى دايما بقول في علم الطاقه بنقوي طاقتنا بنحط صوره مدعمه لطاقتنا للشيء اللي احنا عايزينه. فتخيلي نجيب تورته نحط صوره ونقطعها، لا لو حطيناها من غير ما نقطعها. اوكي، بس تضمني انها ما تتقطعش، بس هتبقى ايه صوره، اصل الصوره حلويتها تدوب برضو، خلي بالك. يعني انت حتى لو ما قطعتهاش بعد كده هتعملي ايه؟ هترميها يا دوب. ليه الصوره دي مهمه جدا؟ لازم نهتم بيها، لازم نشوف احنا بنحطها فين. انا عيد ميلادي اللي حطيت فيه الصوره كده وفعلا اتقطعت وما كنتش لسه وصلت الموضوع البحث ده، لا انا تعبت بعدها.